أسعد الله أوقاتكم بكل خير، معكم عماد أبو صقر. وصلنا إلى إحدى أعلى قمم الجبال والغابات، وصلنا إلى غابة شاهقة الارتفاع. هذه الغابة على جبل تشتهر في أشجار الصنوبر، وأيضا يأتوا هنا كثيرا من الناس للنزهة. كما تشاهدون هنا يوجد مجموعة من المعالم. سنطلعكم الآن على وقت الغروب. وصلنا اليوم في درجتنا الاستكشافية، أجمل الأماكن الرائعة. طبعا كما تشاهدون هنا يوجد كثيرا من المعطلين والسياح يأتون إلى هنا لمشاهدة الفيو الرائع جدا والغروب الذي أمامكم. أجمل الأجواء، رائعة جدا. انظروا إلى الصخور الجبلية والأشجار التي تكسو الجبال. مع تحياتي أنا أبو صقر، البحر الأبيض المتوسط من تفاحة الله.